مرحبا بكم في هذه الحلقة من السيناريو القادم على شاشة النيل الأخبار، والتي ما زالت تتحدث عن مشهد تركي. هذا المشهد الذي ما زال مرتبكا ومتوترا إلى حد كبير. خطوط فاصلة ربما كتبت في التاريخ في منتصف شهر يوليو بمحاولة التمرد العسكري الفاشل التي لم يكتب لها النجاح والحسم سوى لستة ساعات فقط في الداخل التركي. ربما تغيرت الكثير من الأمور، واتجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لحلحلة الكثير من الأمور داخل الدولة التركية. ولكن إلى أين ستتجه تركيا بعد موجة الاعتقالات التي تمت بداخل صفوف القوات المسلحة التركية وأيضا الشرطة، وطالت القضاء بل وأكثر من 60,000 موظف مدني أبرزهم كان في وزارة التربية والتعليم. لم يقف عند هذا الحد أردوغان، بل أيضا تم إغلاق الكثير من المدارس المختلفة التي تم اتهامها بأنها ربما تنتمي إلى المعارض فتح الله جولن الذي هو يقيم بالولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في ولاية بنسلفانيا. أيضا ربما الأبرز هو إغلاق الأكاديميات العسكرية أو المعاهد العسكرية للجيش التركي التي كان بها أكثر من 5,000 طالب قبل هذا التمرد العسكري الفاشل يدرسون المواد العسكرية المختلفة واستبدالها بكيانات وطنية أخرى على حد وصف أردوغان. كل هذه الأمور وحالة الطوارئ وأيضا الرغبة في تغيير الدستور لكي تستمر الأمور أو تستتب على الأرض لصالحه ولصالح حزبه الذي يحكم بأغلبية داخل البرلمان والحكومة، حزب العدالة والتنمية. إذن تركيا إلى أين؟ سيناريوهات عديدة ما زالت بنناقشها مع محللينا الكرام في استوديوهاتنا المختلفة. أرحب بضيفي الكرام في هذه الحلقة، الأستاذ يوز أجار المحلل السياسي التركي، برحب بحضرتك. وأيضا أرحب بضيفي الكريم سيادة اللواء ناصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع بالقوات المسلحة سابقا والمستشار بأكاديمية ناصر العليا، برحب بحضرتك. أهلا. دعونا نتابع هذا التقرير ثم نعود فورا لبدء هذه الحلقة من السيناريو القادم. اعتقلت السلطات التركية 11 من أفراد القوات الخاصة شاركوا في محاولة لاحتجاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال التمرد الفاشل. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يريد وضع أجهزة الاستخبارات ورئاسة أركان الجيش تحت سلطته المباشرة، فيما يسعى إلى تعزيز السيطرة على البلاد بعد محاولة التمرد. وواصلت السلطات التركية حملة التطهير الواسعة لمن اعتبرتهم متواطئين في محاولة التمرد الفاشلة التي أدت إلى توقيف نحو 19,000 شخص وأثارت مخاوف المجتمع الدولي. وقال أردوغان سنطرح مجموعة صغيرة من الإصلاحات الدستورية في البرلمان من شأنها إن تم إقرارها أن تضع وكالة الاستخبارات الوطنية ورئاسة الأركان تحت سلطة الرئاسة، لكن إقرار هذا التعديل الدستوري الذي يعزز صلاحيات الرئيس يتطلب أكثرية الثلثين في البرلمان، مما يعني أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يحتاج إلى الحصول على تأييد بعض من أحزاب المعارضة. وعقب محاولة التمرد الفاشلة شهد الجيش التركي تبديلات كبيرة شملت طرد نحو نصف جنرالاته، 149 جنرالا وأميرالا من الخدمة، وإعادة هيكلة الرتب العليا في بنيته، وتم فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر إثر محاولة التمرد الفاشلة، فيما أكد أردوغان أنه يمكن أن تمدد على غرار ما فعلت فرنسا إثر الاعتداءات التي استهدفتها. يذكر أن أردوغان قام بتوقيف 18,699 شخصا في حملة تلت التمرد الفاشل، كما أبقى 10,137 منهم قيد الاعتقال، كما أودع 17 صحفيا تركيا السجن في اسطنبول بتهمة إقامة صلات بمنظمة إرهابية، فيما تصاعدت أصوات الاستياء حول العالم إزاء استهداف الصحفيين إثر التمرد الفاشل ضده. يذكر أن محاولة التمرد الفاشلة جرت في 15 من يوليو، وعزاها أردوغان إلى عناصر من أتباع الداعية فتح الله جولن المقيم في الولايات المتحدة، فيما اشتكى الرئيس من ثغرات في الاستخبارات التركية.
إذن تركيا إلى أين وسيناريوهاتها المختلفة؟ هل أردوغان كما يقول إنه يريد الإصلاح الجذري في تشكيلات القوات المسلحة التركية؟ هل هو إصلاح بالفعل أم ربما تغير لهوى؟ كل هذه الأمور تجعلنا بنتحدث عن تركيا من منطلقاتها المختلفة سواء داخليا أو خارجيا. مرة أخرى أرحب بضيفي الكرام الأستاذ يوز أجار المحلل السياسي التركي، ترحيب بحضرتك مرة ثانية، وسيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع بالقوات المسلحة الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، برحب بحضرتك سيادة اللواء مرة ثانية. أستاذ يوز، دعنا نتحدث مما انتهى إليه أردوغان. المؤسسة العسكرية لم تسلم حتى هذه اللحظة، وكالة الاستخبارات رئاسة الأركان يتحدث بأنها ستكون تحت السلطة المباشرة ليه، إلغاء الأكاديميات المختلفة وإنشاء هيكل آخر لهذه الدراسة المتخصصة من الجانب العسكري، بالإضافة إلى اعتقال عدد من الصحفيين. تقييمك للمشهد التركي حتى اللحظة؟ يعني دعونا نعود إلى قبل سنتين، لما أقدم الأمن والقضاء التركيين على إجراء تحقيقات الفساد والرشوة الكبرى في تاريخ تركيا، قال أردوغان أو ادعى أردوغان أن هناك كيانا موازيا يريد الإطاحة بحكمه في تركيا، وادعى أن هذا الكيان الموازي يستخدم تحقيقات الفساد ويوظفها في الإطاحة بحكمه. فبدأ من ذلك الحين يدعي بوجود هذا الكيان الموازي في أجهزة الدولة المختلفة، وذلك من أجل التستر على فساده وعلى جرائمه الخاصة بالفساد الدولي. ثم رأينا أن أردوغان أقدم على إعادة ترتيب القضاء والأمن، بحيث استغل هذا المفهوم وأطاح أو أحدث تغييرا جذريا في جهاز الأمن والقضاء من ألفه إلى يائه، بحيث أطاح بجميع الموظفين الموجودين والقضاء الموجودين وأتى بالجدد. مثلا كما حدث الآن، أردوغان أغلق مدارس الشرطة، وكذلك ألغى المحاكم الموجودة في تركيا وأتى بجديد وسماها محاكم الصلح والجزاء. وهذه المحاكم عين عليها قضاء مبايعون له مباشرة لكي يغلقوا ملفات الفساد. والآن يعني كما رأينا أن أردوغان ملفات الفساد من وجهة نظري الذي هو أحد العناصر المتورطة فيها بالأساس، نعم، يعني ابنه وكذلك نفسه متورط في عملية الفساد كما كشف الأمن والقضاء التركي. والآن يعني بعد أن أعاد ترتيب القضاء والأمن، رأينا أن أردوغان يستخدم السلاح نفسه والأداة نفسها وهي الكيان الموازي، ويريد إعادة ترتيب الجيش التركي، خاصة إذا علمنا أن الجيش التركي ضبط أردوغان وهو متلبس بجريمة الإرهاب، كما ضبط الأمن أردوغان وهو متلبس بجريمة الفساد. الجيش رصد جريمة أردوغان في الإرهاب، وهو تعاونه مع تنظيم داعش في سوريا، لأن النظام السوري برئاسة أسد إسقاطه أصبح عقدة نفسية ومسألة شخصية عند أردوغان. فلذلك يعني أراد أن يوظف كل الوسائل المتاحة لتحقيق غرضه في إسقاط النظام السوري، ولكنه لم يكن يملك هذه القوة، فاضطر للتعاون مع تنظيمات، بعض التنظيمات منها تنظيم داعش. بتهريب السلاح ورصد هذه التحركات الجيش التركي. الجيش التركي رصدها كما رأينا ذلك عبر استيقاف مخابرات الدرك التركية، الشاحنات التابعة للمخابرات التركية التي تتبع مباشرة للرئيس أردوغان، والتي يصف رئيسها بكاتم أسراري. أردوغان يقول عن رئيس المخابرات هاكان فيدان بأنه كاتم أسراري، يعني الرجل مقرب لأردوغان كثير جدا. فهذه الشاحنات التابعة للمخابرات ومحملة بالأسلحة والمرسلة إلى سوريا
الجيش رصد ذلك. يعني لا يخفى على أحد أنه كان هناك انزعاج واستياء متبادل بين أردوغان والجيش. ولعل أردوغان أحس بأن الجيش قد يضغط عليه في الاجتماع القادم في مجلس الشورى العسكري القادم. مجلس الدفاع الوطني إن هو كان هيبقى منعقد في أول هذا الشهر. نعم. يعني كان يبدو لي أن أردوغان أحس بضغوطات محتملة عسكرية، فقام بحركة استباقية وسعى لإنقاذ نفسه. نعم. عبر انقلاب مزور. سيادة اللواء، نعم. هل هي ردود فعل انتقامية ما يقوم به أردوغان الآن على الأرض من وجهة النظر العسكرية والاستراتيجية؟ هل يصح بأن رئيس دولة يفعل ما فعله بجيشه أو بشرطته أو بقضائه وكافة المؤسسات في الداخل؟ يعني لو جينا نحلل ما يحدث هنجد أن عنده الجيش ده أحد عناصر قوة الدولة الشاملة بتاعته، وهي القوة. يعني لما نبص للإمبراطورية العثمانية اللي كان أردوغان عايز يستعيدها مرة أخرى، لما قامت بقوة الجيش التركي، كل الفتوحات اللي تمت العثمانية بالجيش التركي، يعني لم يكن هناك أي شيء آخر أو أي مقاومات أخرى غير هذا الجيش اللي عمل الفتوحات. نعم. ولذلك الجيش التركي في الشعب التركي له وضعية وله عزة يشعر بها كل شخص تركي. وبنقول النهاردة اللي عمله أولا الناحية المادية، نرجع بالذاكرة في أوائل ثمانينات القرن الماضي لما الثورة الإسلامية أو الخميني جه إلى إيران. نعم. وعشان يطهر الجيش من وجهة نظره أزاح كل الجنرالات وكل قادة الجيش. كانت النتيجة إيه؟ إن صدام رحمة الله عليه خد نص إيران في أيام. رجع لولا إنه كان في نوع من الإضعاف. خلاص ما هو يعني جسد بلا رأس. نعم. القيادة بالنسبة للجيش هي الرأس بالنسبة للجسد. فبالتالي لم ينقذ إيران إلا إنه رجع الناس اللي كان سرحهم كقادة. النهاردة لما بيشيل 149 جنرال وأدميرال، دول قيادات موجودة وقيادات لها تأثير وإلا ما كانتش شالها. فإذا هو بيضعف هذا الجيش تماما من الناحية المادية. الحاجة الأهم من ده وده، عايز أقول إن هناك فرق كبير جدا بين كلمة قائد وكلمة مدير. المدير ده ممكن أجيب أي حد من أي مكان وطبقا للقانون الموجود والقواعد يدير العمل. القائد لا، ده دول بيربوا. ولذلك لو جينا نبص، طب هو ليه النهارده بيقفل المدارس العسكريه وبيقفل الكليات؟ لان الجندي او الضابط بيربى تربيه بعقيده معينه لهذا، اولها الطاعه لقائده. مش كده الطاعه، احنا بنفهم كلمه الطاعه دي غلط. لا، بالمفهوم العسكري طاعه الاوامر فيما يخص. ليس هكذا. هناك الروح عندما تربى في مراكز التدريب الأولية أو في المدارس ثم في الكليات، هي روح الاندماج الكامل بين الزملاء وبين القائد وقادته. الروح يعني زي ما بقول إيه دايما، أول حاجة تعلمها إيه؟ زميلك ده هو اللي هيسقيك لو أنت عطشت، هو اللي هيشيلك لو مت، هو اللي هيعالجك لو جرحت، ملكش غير هو ده في وقت الشدة. فبالتالي بقول الارتباط الجندي بزميله. نعم. الجندي بالقائد بتاعه، لولا اعتقاد او ثقة الجندي في قائده ما حارب وما سلم له امره. يعني عارف القائد بيقول له افعل هذا، ويعلم ان هذا المكان اللي بيدفعه ليه سوف يودي بحياته. يعني هو ده بيقول له حاضر، مش حكاية انها طاعة عمياء، انما هنا ايه بناء الثقة بقى من هنا من الاول. نعم. هكذا تبنى الجيوش. اذا ما فعله ففعله بعد عزل الكثير من الجنرالات او حالتهم للتقاعد، فصل جهاز القيادة. نعم. كعقل معنويا هد الروح القتالية جوه الجيش التركي. يعني نقول ايه، لو مش هيبان ده الا لو حصل ان في خلال على قول هذا العقد من زمان، لو الجيش التركي دخل في اي معركة لن تكون في صالحه بهذا المستوى. ولذلك هو يعني في ازمة حقيقية بلا شك. وبعدين هو وان كان يعلم تماما انه وضع لغما تحت كرسية، لان الجيش التركي النهارده بنقول ايه، حتى اللي هو شالهم الباقيين وان كانوا اطاعوه في انهم اطاحوا بدول، انما نفسيا في رابط نفسي بينه وبينهم، ونفسيا غير راضين بالمره على المهانه اللي تعرض لها هؤلاء القاده وهؤلاء الجنود بشكل ليس له سابقه في العالم.
يعني أي جندي. بس ده كمان يحتاج تفسير، إذا تحدثنا بأن الجيش التركي بيلقى عزة في داخل شعب نتيجة يمكن أحداث على مر التاريخ، لماذا الشعب خرج بهذا الهجوم أثناء التمرد العسكري الفاشل على الجيش؟ لماذا اشترك في مهنته إلى هذا الحد أو الدرجة التي وصلت إلى تجريده حتى من ملابسه بالنسبة للجنود في الشوارع المختلفة؟ يعني إذا رجعنا إلى الخلفيات، نرى أن الرئيس أردوغان أنشأ جيشا إلكترونيا مكون من الآلاف، وهناك شركات إعلامية عملاقة، وخاصة أن أردوغان يعني أعاد ترتيب الإعلام التركي عبر سياسة الجزر والعصا، بحيث يعني لم نستطع الآن، لا يمكن أن نرى أي إعلام بإمكانه نقل الأخبار الصحيحة ونقل المعلومات الصحيحة إلى الشعب التركي. يعني هذا الجيش الإلكتروني عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الوسائل الإعلامية المبايعة لأردوغان، هي التي هذا الإعلام وكذلك الإعلام المعارض، رأينا أنه وقف في صف أردوغان. لماذا؟ يعني هذه الوسائل الإعلامية المبايعة لأردوغان نشرت وجهزت عناصره وأنصاره وحرضتهم إلى نزول الشوارع. في حشد استخدم بالنسبة للإعلام الموالي أو مركزية الإعلام اللي بتتحدث عنها في المعارض. أما الإعلام المعارض لأنه خوفا من وصمة الإنقلابي، خوفا من وصمة الإنقلابي من قبل أردوغان، رأينا أنه كذلك يعني أخذ صفه عند الرئيس أردوغان. نعم. يعني وكأن كل الوسائل الإعلام كانت جاهزة لإطلاق حملة إعلامية مضللة لتوجيه الشعب التركي. وكذلك هناك نقطة مهمة جدا، وهو أن الشعب التركي كما نعلم أنه شعب محافظ متدين، وأردوغان دائما يستخدم الخطاب الإسلامي والخطابات الرنانة لرص صفوف مؤيديه. فهذه الصورة التي يقدمها أردوغان للشعب التركي، التي نرى أنه صورة معادية لإسرائيل وأمريكا في العلن، ولكنها الصورة يعني مسالمة ومواليا لإسرائيل وأمريكا، حاجة تهادن سياسة التطبيع المقامة ربما. نعم. أخيرا يعني حتى ما بين تركيا وإسرائيل. نعم. عفوا على المقاطعة، لكن حتى لا أطيل على ضيفي الكريم، عبر الهاتف ينضم إلينا الأستاذ سيد عبد المجيد مدير مكتب الأهرام من أنقرة. برحب بحضرتك يا أستاذ سيد. أهلا، مساء الخير. أهلا بك أستاذ سيد. تركيا، إلى أين الأحوال في الداخل؟ وسائل الإعلام كيف تعمل؟ الصحفيين وما طالهم من اعتقالات مختلفة، يعني ضعني في مشهد حرية الرأي والتعبير في الداخل التركي لما يحدث الآن. طبعا مش هقدر بضيف حاجة على الكلام اللي قاله الأستاذ، اللي هو كان بيتكلم وقدم تحليل رائع. الأستاذ يوز أجار المحلل السياسي التركي يشرفنا في الاستوديو، وأيضا سيادة اللواء نصر سالم. ما واضح إنه فاهم طبعا باعتبار الكوكب، فهو فاهم الأوضاع في بلاده تماما وكده. دلوقتي ما بقاش في إعلام إلا صوت الواحد بس، والصوت الواحد ده هو صوت الإعلام الموالي لرئيس الكوكب ده بتاع طبعا. نعم. ولحكومة العجلة والتنمية. طبعا أي أصوات تانية ضعيفة هي بتتمثل في صحيفة الجمهورية مثلا، بصحيفة وحيدة، إنما مثلا عندك 100% من الميديا اللي هي المرئية كلها تبع الحكومة، يعني حتى سواء كان الخاص أو كان الإعلام. فبالتالي سواء كان الخاص أو العام أو الحكومة، يعني كله مع الأكبر. فطبعا ما فيش صوت تاني، فالصورة طبعا خطاب ديماجوجي، خطاب دعائي، خطاب شحن الناس، خطاب بيلعب على في الناس وعلى ميولهم الجينية الفعلية زي ما قال الأستاذ. وكل ده طبعا بيغذي الصورة وبيغذي النزاعات القومية. طبعا ده بيؤدي في نهاية حالة استمرار وهو مستمر طبعا إلى تداعيات من المؤكد تجربة أثار سلبية على المجتمع التركي. طيب. في الأمد المنظور وفي الأمد المقبل. في أي اتجاه يسير هذا الحشد لدعم الرئيس التركي في الداخل والنزول إلى الشوارع المختلفة
في اتجاه قبول تعديلات أو تغييرات في الدستور التركي، أو فيما تقبل فيما يفعله في الداخل بالنسبة لمؤسسات الدولة كافة، ليس فقط مؤسسة واحدة ما قامت بهذا التمرد الفاشل؟ يعني هو طبعا يعني انا برضه بستبعد انه اللي تم كلبيته خلال 90 سنه او خلال 95 سنه من الصعب جدا ينسجه ويتاقلم على وضع جديد. بمعنى ان المؤسسه العسكريه على سبيل المثال، المؤسسه العسكريه اتربت على قواعد محدده ومعينه طوال 95 سنه وبقت نوع من العقيده العسكريه. كانت ايديولوجيا فعلا هي مسكنه الايديولوجيا الكمانيه، فمن الصعب ان احنا حتى لو هو غير كل الهياكل لكن مش هيقدر يغير الثابت في عقيده المواطن التركي اللي هو اصلا اللي بيبقى مجند او اللي بيبقى ضابط او اللي بيبقى جنرال فيما بعد. العقيده جايه من الصعب تغييرها من يوم بليله او من اسبوع في خلال 3 اسابيع، هي مش تغيير اشخاص. فدي طبعا اعتقد انه المؤسسه العسكريه هي من الممكن تكون في حاله ضعف حاليا، لكن الضعف ده هل هيستمر؟ اشك. دي نمره واحده. الحاجه الثانيه المؤسسات الثانيه، مؤسسات التعليم، مؤسسات القضاء، حتى دي كمان اللي تم السيطره عليها، من الصعب برضه القول بان هي بقت 100% مع الرئيس التركي اردوغان. الحاجه بقى الثالثه وده المهم، ان الحشود اللي في الشوارع هي حشود طبعا تضاءلت وتراجعت بصوره كبيره جدا جدا جدا. تراجعت في الاعداد تقصد؟ اولا تراجعت في الاعداد وتراجعت في المعنى. بمعنى ازاي؟ يعني هي في الكم والكيف. نعم. الحاجه بقى وده المهم سعادتك عارفه، ان العالم الثالث بيتم طبعا الحشود دي بتتم طبعا بطريقه مش فير، يعني طبعا بيتم استغلال حاجه الناس، بيتم اغراءات معينه. يعني مثلا على سبيل المثال للحص، كل اتوبيسات النقل العام في تركيا بالمجان. يعني عشان يسهل على الناس للمهاجين، او ترجع من المهاجين ما تتكلفش حاجه لان المواصلات هنا غاليه. تمام. ومع هذا ومع تلك الاغراءات برضه الاعداد بتتجاهل والاعداد بتقل، فبالتالي الحشود اللي في الشارع دي شويه بشويه الى ان يكتشف الشعب التركي، وجا اكتشف بالفعل في قطاعات فعلا اكتشفت انه في خدعه ما، لكن المساله لم تتبلور بعد. خدعه ما بتقصد من الرئيس ورئيس الحكومه، من رئيس الدوله ورئيس الحكومه؟ بص يا استاذه، لا هي بص يا استاذه، هو موضوع الانقلاب ده هو موضوع غامض، لكن طبعا كل جد الانقلاب بنمره واحد. انما المساله بعد ما موضوع الانقلاب خلص، الناس اكتشفت ان القصه مش قصه انقلاب فاشل وكم القضاء عليه. القصه ان هي ممتده، وان القصه كمان تدي حق ان هي كانت ايه، ان حملات الاعتقالات دي كانت معده سلفا. صحيح. كشوفوا الاسماء. نعم بالظبط. فهي ما ايه يعني، هي تركيب، هي الهجيه من السماء على توصيف الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اللي هو الانقلاب اللي جاله هجيه من السماء. معنى كلمه هجيه من السماء انه عنده مخطط، والمخطط ده مش قادر ينفذه او كان بيأجل تنفيذه الى حين اللي جت الى حين ظروف مناسبه، فجت الظروف المناسبه بدا يتم هذا السيناريو، وهو دي الخدعه اللي بيصحى عليها شويه بشويه الشعب التركي. النيه المبينه شويه طبعا، لانه اللعب على المشاعر الجنيه شيء مروع يعني، فاهم؟ لكن شويه بشويه بيحصل ان الناس بتفوق، وان الناس بتقدر المشهد على طبيعته وعلى حقيقته. ربما هدوء يسبق عاصفه فيما بعد. والله يا استاذه، بالنسبه للتكوين الشعب التركي هو فعلا هو شعب محافظ، ده صحيح، وميال للدين ده صحيح، وميال للقيم والتقاليد والاصول كل ده صحيح، لكن في نفس الوقت هو برضه شعب ممكن يستفز، في نفس الوقت هو شعب عنيد. يعني في نفس الوقت الحاجه المهمه ان هو شعب الجيش مش مجرد وظيفه، مش مجرد تهديد واجب، لا، الجيش الناس بتتربى في تركيا على حقيقه المحارب. صحيح. اللي هو بيمثلها النهايه الجيش التركي. أنا بشكرك جزيل الشكر الأستاذ سيد عبد المجيد مدير مكتب الأهرام، كنت معي من أنقرة. سيادة اللواء،
استمعت إلى هذا الاتصال الهاتفي، النية المبيتة كانت ربما هو ما فهمه الشعب التركي نتيجة ربما أسماء أو قوائم باعتقالات تمت بالفعل بعد هذا التمرد، إذن هي محطة للترقب. ما يفعل أردوغان؟ الأعداد قلت في الشوارع التي تحشد من أجله أو من أجل سياساته. بدأ التغير الكمي والكيفي كما وصف تحديدا الأستاذ سيد عبد المجيد من أنقرة. يعني احنا دلوقتي الواضح ان هذا الانقلاب كان رد فعل ولم يكن فعل. يعني هذه النية المبيتة كان فيها الاعتقالات بتاع الجيش او تطهير الجيش من وجهة نظره، القضاء، التعليم، الصحافة، الاعلام، كل ده. فهذه المجموعة التي قامت بالانقلاب العسكري قامت متعجلة لانها علمت ان هناك نية للاطاحة بها وبالسيناريو اللي قام بيه أردوغان ده. فلما قامت بتخطيط غير محكم بتنفيذ في ثغرات وبالتالي فشل. فده اللي بيتضح. اما ما حدث في الشارع من حشد فواضح. اولا لا ننسى ان أردوغان من جماعة الاخوان المسلمين وفكر جماعات الاخوان استوقفك ربما التجارب او طرق الحشد، ما فيش شك، مواصلات المجانيه، الاغراءات السرية، التنظيمات السريه، يعني اللي كان بيعتدي على افراد الجيش. يعني بصوا للمشهد ازاي، يعني لما يبقى جندي في دبابه وفي امكانه لو اطلق طلقه شديده الانفجار في وسط تجمع 1000 واحد هيموت منهم 500، ورغم هذا لم يستخدم. اللي معاه بندقيه اليه لو اطلق بس كده زاد على الزناد هيموت له 20 30 في 20 ثانيه. لم يفعلوا، ودول راح يسلموا ان هم، لان واضح ان ايه من العجله ان هم ما يعرفوش او ما كانوش مع الانقلاب. كانوا المفروض دول يعاملوا معامله كريمه مش بالاهانه دي. طب مين اللي كان بيهنهم وبيعمل فيهم الكلام ده؟ زي نفس التنظيمات السريه بتاع الاخوان اللي هي مسكت الناس دي وخلعت ملابسها واهانات، كل هذه الاهانات اللي شافوها. فدي ده السيكونس او المنظر اللي كان معد سلفا، وهو زي ما سمعنا واللي تم في مصر من سابق عند احداث قصر الاتحاديه تقريبا. هي نفس الافكار، حكم الاخوان الارهابي. نعم. نفس الافكار. عدوهم دائما هذه التنظيمات السريه هو الجيش، لان اي جيش في اي دوله في العالم، مش عايز اقول تركيا ولا مصر ولا كده، هو رمز عزتها، رمز قوتها، هو المغناطيس اللي بيجمع كل القوى حوله. لا هو عايز، وخاصة هو جاي من قطاع مدني لم يخدم في الجيش، لا عايز يفتت، يبعد الجيش عن هذا الشعب، فيظهر الجيش كما لو كان هو اللي عايز يخرب الدولة، هو اللي بيعتدي، هو المعتدي. فكان رد الفعل زي ما بقول ان هذا ردة الفعل في القوات المسلحة وفي الجيش التركي مستقبلا يعني لا يعلم او هتكون غير متوقعه بالنسبه له. يعني حتى نعم. وان اذا بتتوقع رد فعل من الجيش؟ بتوقع ليس الان، لانه حتى على الرغم من هذه السيطره التي يقيمها على المدارس او الكليات او الاكاديميات العسكريه، ولكن بمجرد ما هاجد الظروف المناسبه. شوفي انا قلت كلمه قبل كده، الجيش ده، الجيوش عامله زي الجمل، لو ما خدش طرف ساعتها بيخزن، لانه هي ده عقيدته. اي جيش ما كانش عنده هذه العقيده ما يتهزمش. نعم. اذا حس بالهزيمه في وقت بيخزن زي الجمل لحد ما يخرج هذا الغضب وياخذ بثاره في وقت من الاوقات. فده اللي هيحصل في تركيا. استاذ يوز، هذه هي وجهه النظر العسكريه، ماذا عن الشعب؟ هل هو في مرحله لتفهم ما يجري ما بين الحقيقه والواقع او وهم؟ ربما حاكوا أردوغان بشكل أو بآخر للسيطرة على مقاليد الأمور في الداخل التركي، ومن ثم ستكون هناك مرحلة أخرى للاعتراض أو الخروج. يعني الشعب التركي المسكين لا يمكن له الحصول على معلومات شافية وافية لكي يشكل رأيه الخاص مرة بما أخرى يحدث في تركيا. تضليل وسائل الإعلام أو السيطرة في يد أردوغان. يعني في هناك تضليل إعلامي، وكذلك يعني أردوغان بسط نفوذه في جميع مفاصل الحياة الاجتماعية في تركيا والسياسية والآن العسكرية. يعني مع أن أردوغان في بداية حكمه في البلاد يعني كان نهجا ديمقراطيا، وسع مجالات الديمقراطية
وأعلن أنه سيقود تركيا إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وعمل يعني تعديلات جذرية في الدستور وكذلك في القانون. يعني بمعنى أن حزب العدالة والتنمية انطلق ديمقراطيا، وأعلن أن أردوغان سيحمل الشعب التركي على قطار حزب العدالة والتنمية على أن يوصله إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن في المراحل القادمة رأينا أن أردوغان خدع الشعب التركي وتركه في وسط الطريق. نعم، وسط الطريق مع الأسف الشديد. فلذلك في غياب الحرية الصحافة وفي غياب الوسائل الإعلامية التي يمكن أن تنقل المعلومات الصحيحة أو المعلومات التي يمكن مقارنتها مع المعلومات التي تقدمها الوسائل الإعلامية الموالة للحكومة، ولكن الآن يعني لا يمكن الشعب التركي أن يصل إلى الحقيقة في ظل غياب الإعلام الحر، لأن جميع وسائل الإعلام الموجودة حاليا خاضعة لأردوغان، موقف المعارضة إما رغبة في نعم أردوغان أو خشية من نقمه أو خشية من بطشه. نعم. ماذا عن المعارضة وتحركاتها في الداخل أو أنصار حتى فتح الله غالم في الداخل؟ يعني المعارضة السياسية أردوغان يعني قد انتهى من إعادتها منذ البداية، لأن أردوغان يعني لما خرج إلى الساحة أعلن نفسه زعيما إسلاميا ديمقراطيا محافظا وما إلى ذلك من الأوصاف التي يؤيدها الشعب التركي بواقع في نوع من الاستمالات. نعم، استمالات. نعم، تحدث من خلال. نعم، فذلك يعني الصورة التي قدمها أردوغان كان يتطلع إليها الشعب التركي، فلذلك دعم أردوغان في سياسته في المرحلة الأولى. ولكن أردوغان المعارضة من عام 2002 تقريبا. نعم، بعد 2002 بعد وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم كان نهجه هكذا، يتميز بهذه الأمور. نعم. ولكن أردوغان يعني إذا توغلنا في الأعماق رأينا أن أردوغان استغل بعض الملفات للزعماء المعارضين. مثلا رأينا أن الزعيم حزب الشعب الجمهوري دينيس بايكال قد أطيح بملف أخلاقي، وترك حزب الشعب الجمهوري لزعيم آخر هزيل الأداء، وهو كليتشدار أوغلو الزعيم الحالي. وكذلك رأينا أنه يعني كان هناك زعماء محتملين منافسين لأردوغان، هؤلاء الزعماء إما صفوا من قبل أردوغان وإما استقطبه أردوغان إلى صفه. مثلا رأينا كان زعيم حزب فضيلة، حزب أحد الأحزاب التركية في تركيا. نعم. نعمان كورتلمش يعني كان زعيما محتملا ينافس أردوغان في تركيا، ولكن أردوغان استقطبه إلى صفه وأعطى له منصبا رمزيا ونجح في استقطابه إلى نفسه. وكذلك يعني كان هناك حزب آخر سليمان يعني سولو. في نوع من تصحيح المعارض. أكيد. أو الأحزاب التي. نعم. كانت تقول ربما كلمة معارضة لكلمة أردوغان. نعم. سواء بإغراءات أو بالتصفية. نعم. زي ما حضرتك ذكرت. أما إذا نظرنا إلى المشهد الحالي للسياسة للمعارضة السياسية، مثلا حزب الحركة القومية جاء في المرتبة الثالثة في الانتخابات الأخيرة، وكان بإمكانه تشكيل حكومة مع الأحزاب المعارضة، ولكن حزب الحركة القومية لم يستخدم هذه الورقة، وإنما تراجع، وربما من ضغوط التي مارسها أردوغان. يعني أردوغان مثلا نرى الآن أن أردوغان يضغط على حزب الحركة القومية ويمنعه من إجراء مؤتمر عام في حزب الحركة القومية ليختار أو يعيد أو يحدث يعني إدارة جديدة للإدارة الداخلية للحزب بحجة حالة الطوارئ أو عدم الاستقرار في الداخل ربما. نعم. هذا الضغط من قبل أردوغان كان قبل ذلك، كان قبل محاولة التمرد. يعني أردوغان ضغط على حزب الحركة القومية عبر القضاء
قال أصدر حكما بأنه لا يمكن لحزب حركة القومية إجراء مؤتمر عام في ظل وجود زعيم له، أي زعيم مبايع لأردوغان في السر ولكنه يعلن نفسه معارضا لأردوغان في العلن. نعم. سيادة اللواء، تركيا وسياستها الخارجية عليها علامات الاستفهام الكثيرة، سواء فيما يخص ما ضبطت به بالفعل من تهريب السلاح للعناصر المسلحة في سوريا، أو حتى في مقابل دعم هذه العناصر للنظام الرسمي السوري برئاسة بشار الأسد، أو حتى في تهريب السلاح إلى ليبيا وضبط الحدود الذي ما زال غير كامل حتى اللحظة. أيضا هي بتداعب بشكل أو بآخر القارة الأوروبية، سواء من خلال مسألة اللاجئين أو النازحين والمعونات التي تغدق عليها في هذا الصدد منعا لعبورهم الحدود إلى اليونان المجاورة، وحلم الاتحاد الأوروبي من سابق. إذن تركيا في سياستها الخارجية هل ستصاغ بشكل أو بآخر، ومدى تقبل الاتحاد الأوروبي لما تقوم به تركيا، خاصة أنها بشكل أو بآخر هي عضو في حلف شمال الأطلسي؟ يعني نفرق بين حاجتين. نعم. حلف شمال الأطلنطي والاتحاد الأوروبي. الاتحاد الأوروبي رافض من البداية دخول تركيا، وربما زي ما سمعنا ان هو حتى أردوغان قالك احنا ايه هنحاول نفس الفكر ونفس الثقافة بتاع الاتحاد الأوروبي نطبقها عندنا حتى ولو لم ننضم الى الاتحاد الأوروبي. انما نيجي للناتو، هنا ده حلف عسكري. اي طيب، موقف الجيش بعد اللي اتعمل ده فيه ايه؟ هذا اضعاف للجيش، ده رقم واحد اللي هو المفروض انه ايه لبنة في بناء حلف الناتو. طيب انا عندي حلف الناتو النهاردة اي قرار فيه بالاجماع، لان لو دولة زي تركيا قالت لا، لو دولة زي اليونان قالت لا في قرار من القرارات، يبقى هيقف هذا القرار. طيب بالنسبة للناتو ايضا في عملية استقطاب من جانب روسيا لتركيا في المرحلة الاخيرة، بالذات بعد ما استعادت العلاقة مرة اخرى بعد الازمة اللي حصلت بعد اسقاط المقاتلة الروسية. نعم. فإذا ده على مستوى الناتو، على مستوى علاقته مع روسيا. طيب هنا الدور اللي هو الإقليمي اللي كان بتلعبه تركيا وعايزة تسيطر على مقاليد الأمور أو يبقى لها دور أكثر من حجمها، سواء كان في سوريا والعراق أو في ليبيا أو كان قبل كده كانت عايزة في مصر. أعتقد دور التخريبي الحقيقة بالضبط. لا هو تخريبي لينا لكن تنموه بالنسبة له من وجهة نظره. يعني اعتقد بعد المشكلة اللي عملتها دي سوف ينكفئ على الداخل خلال العقد القادم، لان هتبقى لابد يعني لو اذا وجد أردوغان فلن يستطيع ان يواصل سياساته الخارجية اللي هو كان بينطلق فيها، لان كل همه دلوقتي انه يؤمن كرسيه، يؤمن الداخل، فطالما هو مش مستقر في الداخل مش هيستطيع ان هو يطبق ما خطط له في على المستوى الإقليمي. ده نعم. مشكلته خلال هذه المرحلة. لكن رد فعل المجتمع الدولي في المقابل، هم لن ينتظروا إعادة البيت الداخلي التركي بهذا الشكل دون التدخل. يعني المجتمع الدولي رافض تماما، سواء حتى من أوروبا نفسها ترفض، ونذكر في لما وزير الخارجية الفرنسي قال له ليس معنى أنك نجحت في القضاء على الانقلاب أن معك كارت بلانش أنك تعمل اللي أنت عايزه في تركيا. فهم دلوقتي انا متخيل في نوع من الاستنكار، ان على الاقل اذا كانت يعني اوروبا والمجتمع الغربي سايبه حتى لم يشير لاي انتهاك للحريات اللي هو بيعمله دلوقتي، لا انا بقول ان هم اصبح أردوغان بالنسبه لهم معضله، هم سايبينه يلف الحبل حول رقبته، لان لابد ان يكون الحركه من الداخل التركي. فاذا كان هو النهارده قدر يسيطر، اعتقد ان الاحزاب أو الشعب التركي نفسه لن يعطيه ما أعطاه له من قبل من تصويت. الجيش التركي أيضا في المرحلة لا هيكونوا عاملين زي القط والفار، يعني هو عمال بياخد كل حاجة في إيده، ده الحرس الحدود والمواني بياخدها من الجيش بيعملها تبع الشرطة. طب أنت هتأمن نفسك بمين؟ لا، المرحلة القادمة ستكون انكفاء على الداخل أكثر من انطلاقه في الخارج. لكن أيضا لا نريد نسيان القاعدة الأمريكية أو القاعدة التي تنطلق من قوات التحالف أنجلت على الأراضي التركية. النهاردة أغلق ومنع الدخول والخروج ليها. ما أنا بقول إيه، هو في الداخل ولم يعد يأمن أي شيء في الداخل دلوقتي، وخاصة من ناحية القدرات العسكرية.
سواء كانت امريكا او اوروبا، اردوغان بالنسبه لها هو معضله ومش هيتمسكوا به الى ما لا نهايه. عندما تحدثنا عن الشان التركي كثيرا تحدثنا عن ارقام اقتصاديه ناقشناها مع الكثيرين، لكن ايضا ربما عليها المزيد من الاستفسار. تركيا هل هي في نهضة اقتصادية حقيقية؟ هل الأرقام التي يتشدق بها أردوغان أو الحكومة في إنجازات في هذا الشق هل هي صحيحة بالفعل؟ هل الشعب التركي راضي عن هذا الأداء ومن ثم يكون هناك أي حجة للاستمرار فيما يفعله أردوغان أو صبر على ما يقوم به في الداخل؟ يعني يبدو أن أردوغان يستخدم ورقة كبيرة منذ البداية، وهي التحسنات الاقتصادية التي شهدتها حقيقة تركيا في المرحلة الأولى من حكمه. ولكن في المراحل القادمة لما بدأ أردوغان يتراجع عن نهجه السابق وبدأ ينحاز إلى الاستبداد وقمع وتضييق الخناق على الحريات في البلاد، بدأ الاقتصاد يتراجع. ولكن السلطة الحاكمة أرادت إخفاء هذه الحقيقة وعملت أو قدمت للشعب التركي أرقام مهرمنة كما يقولون، هرمونية غير حقيقية، لكي يستمر الشعب التركي في دعمه لأردوغان، لأن الشعب التركي يعني دعم أردوغان. بمعنى في أي مجال من الأرقام تساق إلى الشعب التركي ومن ثم يشعر بحالة من الرضا ولا يواجه الحقيقة؟ نعم، يعني الحقيقة يعني الشعب التركي أردوغان يخضع أو خدع الشعب التركي بتقديم مثلا بزيادة الرواتب للموظفين، ولكن يعني يقدم للموظفين رواتب عالية، ولكن هناك أردوغان يسحب هذه الزيادة عبر التضخم. يعني مثلا بعد أن فاز حزب العدل والتنمية في الانتخابات الأخيرة بقيادة أحمد داوودوغلو، أعلن أنه سيضيف زيادة مرموقة في رواتب الموظفين الحكوميين. حقيقة عمل هذه الزيادة في هذه الرواتب، ولكن الزيادة التضخم ارتفعت إلى أرقام كبيرة. يعني في البداية حامد الدين الخارجي على تركيا، ربما أيضا ما تتلقاه من الاتحاد الأوروبي نظير مشكلة اللاجئين أو النازحين يضيف إلى الاقتصاد التركي بشكل أو بآخر، أكيد أي من نواحي الدعم في الداخل، هل هذه الأرقام بتتداخل بشكل أو بآخر مع الحقيقة لأداء الاقتصاد التركي؟ يعني طبعا هذه الأرقام التي يقدمها أردوغان على أنها صحيحة، ولكن إذا رأينا أن خاصة العبء الاقتصادي الذي جاء به استضافة تركيا للاجئين السوريين، مثلا أنا أضرب مثالا على هذا بمدينة مرسين. مدينة مرسين مدينة ساحلية، وهناك عرب أصلاء في تركيا، ولكن الشعب السوري جاء ويعني تقريبا سيطروا على المجال الاقتصادي في تركيا، وهذا هذا المجال الاقتصادي أصبح يسيطر عليه الشعب السوري، وهذا أحدث استياء كبيرا لدى الشعب الأصلي بطبيعة الحال. فيعني الشغل أصبح رخيصا، ولكن تراجعت النوعية التي يقدم. نعم، إذن إعادة نظر مرة أخرى سيادة اللواء في مسألة الاقتصاد التركي. أخيرا، تركيا إلى أين سيناريوهات تتوقعها في الأيام أو الأشهر القادمة على المدى القصير والمتوسط؟ يعني زي ما احنا بنقول أهو، ما اللي إيه، أولا من ناحية الاقتصادية عايزين نقول أن الميزان اللي ما تصدر به تركيا بتستورد تقريبا من الغازات او احتياجاتها من المواد البتروليه ومن الغاز من روسيا بالذات. يمكن عندها بترول مهرب كمان يا فندم، والبترول ده معشان كده يعني من داعش، خلفيه من داعش، ابار العلاقه دي ده جاي. ولكن السيناريو القادم امامه احد ثلاث سيناريوهات،
دائما. نعم. يعني اذا قلنا ايه في اربعه، فايه اول حاجه بقاء الشيء على ما هو ده موجود. نعم. السيناريو الافضل من وجهه نظر اردوغان ان يعني تستقر الامور في يده ويحكم قبضته على الامور في تركيا، ان يحصل على تأييد الاحزاب زي ما احنا شايفين بيتعامل مع الاحزاب بشكل تجاري. نعم. يعني سيب ونسيب، او خد حته وهات حته، بيقسم التورتيه بينه وبينهم. ده من وجهه نظره، وسيحاول ان يحسن علاقته مع الدول الاوروبيه خلال هذه المرحله. نعم. السيناريو الاخير، السيناريو الاخير والأسوأ، ان هو لا، الشعب التركي لن يرضى عن كل ما فعله، وسوف يسقط اردوغان في اول استفتاء او انتخابات قادمه، سيكون هناك حشد داخلي في التصويت. نعم. بالنسبه للشعب التركي، وينحى حزب العداله والتنميه ليكون هناك ائتلاف اخر خلاف حزب العداله والتنميه. تتفق ام تختلف سريعا؟ اتفق، ولكن يعني بعض التحفظات او اضافات. يعني اردوغان، يعني تركيا تتجه الى نهايه غير معلومه في ظل رجل اصبح رهينه ملفاته في الفساد. نعم. والإرهاب، وهذا أنا أخاف من مستقبل تركيا. ولكن الشعب التركي وكذلك يعني العالم أصبح قرية صغيرة، لا يمكن إخفاء الحقائق، لا يمكن يعني إدارة البلاد، إدارة الناس عبر وسائل قمعية بعد. نعم. بعد اليوم لن تستمر الأمور على نفس النهج أو نفس ما يرغب أردوغان. ربما الأيام القادمة تثبت كثيرا من السيناريوهات المختلفة. أشكركم جزيل الشكر الأستاذ يوز أجار المحلل السياسي التركي، وأيضا جزيل الشكر لسيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع بالقوات المسلحة الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. جزيل الشكر. أشكركم على المتابعة. انتهت هذه الحلقة من السيناريو. القادم في الأسبوع التالي سيناريو آخر. إلى اللقاء.